أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف يوم السلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الكرام، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله وصلنا إلى مختصر التجويد في الآيات من 6 حتى 16 من سورة البقرة، وإن شاء الله سوف نأخذ اليوم بعض الأحكام. حقيقة أنا يعني اللي ممكن يريد يزداد أكثر في التجويد، أنا معظم دروسي أخذها من كتاب تجويد مصور لدكتور أيمن سويد، هذا أشهر طبيب أو أشهر دكتور وأشهر عالم في التجويد، في له كثير من الألفات، بس هذا الكتاب وجدته يعني من أفضل الكتب، يعني يلخص تجويد بشكل، فموجود في النت، أي واحد يريد ممكن يدخل ويأخذ يعني ينزله ويتصفحه. اليوم بناخذ ترى ابرز اخطاء عند نطق حروف الهجاء، يعني بعض الحروف التي ربما تواجهنا اثناء التلاوه قد ننطقها بطريقه مختلفه، وهذا الدكتور جمعهن من كثر ما سمع الناس يعني نطقوه نطق مختلف. طبعا هذا اكيد ينطبق علينا احنا في عمان، فبناخذ ان شاء الله بعض الحروف ثم نطبقها على الايات في سوره البقره من 6 الى 16. اول حرف هو الالف. أول خطأ عدم فتح الفم بمقدار المطلوب عند النطق بها موسى، يعني كيف الناس يقول موسى، بس كان موسى بينهم موسى، يعني الألف لازم يعطى حقه، فموسى فرق بينها بين موسى، فموسى هو الصح. خلط صوتها بشيء من صوت الياء فتصير ألف الممالة، مالكي 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 مالكي، يعني حاول يدخلها كأنها ياء، مالكي يا هي لا مالكي ما مالكي. خلط صوتها بشيء من صوت الواو، خاصة إذا كان إيش قبلها حرف مستعلي كما شفنا أمس، خالدين فنقول خالدين خالدين، ولا فطالة فطالة إيه لا فطالة، خالدين خالدين، فعني ما نخلط صح، نفخم الخاء ونفخم الطاء بس ما ندخلها يعني ما نضمها من حول إلى واو. تفخيمها في محل ترقيق، هذا أمس كلمنا عنه، النهار النهار النهار، ان الهاء هنا ايش سابقا حرف ايش مرقق، فنقول النهار النار، ايضا النار ما نقول النور النار، هي صح. الباطل الباطل ما الباطل من الباطل، لا الباطل هذه مفخمه، فيفترض ايش ترقق في محل ترقيق، ايضا ترقيق في محل تفخيم، مثلا خالدين ولك خالدين خالدين، لا يا خالدين، يعني ايش المفخمه. غائبة غائبة، فما نقول غائبة غائبة، فلازم تعطى إيش حرف أو صفة تفخيم. خلط صوتها بصوت الغنة، الرحمن الرحمن، أم الميم والنون، الرحمن لا يا الرحمن الرحمن، يعني الألف تنطقها. الناس الناس، كأنك يعني عندك غنة في كل حروف، لا الناس الناس، يعني غنى بغير حركتين، حرف النون مشددة ثم الألف ثم السين. جينا نطبق في هذه الآيات، يعني نأخذ كم من كلمة ما نمر عليه كلهن، فقط الاستدلال يعني. فالحرف الألف هنا مثلا غشاوة، وعلى 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 أبصارهم غشاوة، على أب على أبصارهم، الصاد هنا ايش ابصاء ابصاء، الصاد هنا ايش من فخم، فما نقول ابصارهم، هي ابصاء ابصارهم. غشاوه غشاوه، شين هنا ايش مرققه، فنقول غشاوه ما نقول غشاوه او ابصارهم، لا ابصارهم، يعني الصاد فخمه والشين مرققه، وبالتالي تفخم الاولى وتفخم الثانيه. نوضح يعني كلمه ثانيه غير اللي ذكرناهن، طبعا عندنا الناس مثل السفهاء السفهاء السفهاء، ما نقول سفهاء إلا إنهم هم السفهاء السفهاء، الهاء مرققة فتكون الألف يعني نطقها مرقق، السفهاء. طغيانهم طغيانهم، الياء إذا مرققة فتكون طغيانهم، ما نقول طغيانهم طغيانهم، لا طغيانهم. تجارتهم تجا تجا تجارتهم، يعني أيضا جيم هنا مرققة فتجي الألف أيضا مرققة. نأتي للواو، عندما ضم الشفتين عند أخطاء عند نطق الواو المادية، اللي هي مثلا إيش يعملون،
يتقون المسلمون، فهذه تسمى الواو المدية. فعدم ضم الشفتين مقدار مطلوب عند نصبهما، تعملون تعملون، لا هي تعملون تعملون، يعني لازم واو الشفتين يكون يعني منضمات، تعملون، شوف تعملون، لا تعملون، ضم بشكل جميل. المبالغة في الضغط على الشفتين عند نطق بهما، مثلا يقول لك يقولون، يعني واجد عدد إيطاط على ذلك، يقولون احتمالات يطلع صوت، يعني يتولد صوت، مفترض أنه لا، يقولون يعني يطلع بمقدار، ما يعتمد عند كم ترت مد، إذا مديت ست حركات أو أربع أو ثنتين حسب القراءة مالك، وهذا إن شاء الله سنأتي إليه. خلط صوتها بشيء من صوت الألف، كانوا كانوا، له كانوا كانوا، الواو لازم يعني تميزها عن الألف. خلط صوتها بشيء من صوت الياء، يوكنون 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 يوكنون، يعني عندها ياء وتحاول تدخل معها، لا هي يوكنون يوكو يوكنون، فإذا حاول تظهرها تنطق يعني النطق الصحيح. خلط صوتها بشيء من صوت الغنة، نفس الشيء مثل الألف، الظالمون الظالمون، فكانت كانها الواو هي على الواو مفصلة ما عليها غنة، فقط النون والميم مشددتين، فالظالمون الظالمون. نأتي إلى الآيات، نأخذ الواو مثل يشعرون، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أيضا وما يشعرون، فما دخلها يعني الواو ما دخل معها إيش النون، يشعرون. ألا إنهم المصلحون المصلحون، عن قبلها ضمة وبعد النون أيضا ما نحاول إن إيش نحطها ب يعني فيها غنة أو فيها لفظ النون. كلمة أخرى يعمهون، أيضا يعمهون، يعني ننطق الهاء وننطق الواو بشكل يكون ظاهر. أيضا مستهزئون، ف يعني نحاول ما يعني صح أمامها نون بس ما يعني ننطق نون حدها وننطق الواو بنفسها، تكون ما يكون معها شيء من الإدغام. نأتي للحرف الهمزة، وهذا كثير يعني يقع فيها كثير من الناس، تفخيمها أصابعهم، جعلوا أصابعهم، يا لا جعلوا أصابعهم، مثلا أعوذ، كثير من الناس يقول أعوذ أعوذ، ولا هي أعوذ أعوذ، يعني الهمزة تنطق مرققة، لأنها كما قلنا إيش إن المفخمات خصة ضغط كظ، خاء صاد قاف ضاء ضاء غين وطاء، بس فقط هذا الحروف، فيعني إن سبع حروف البقية كلها مرققة، فنقول أصابعهم أصابعهم، ما نقول أصابعهم. تسهيلها في 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 غير محل تسهيل، مثلا يا أيها يا أيها يا أيها، لا هي يا أيها، حاول نضغط مثلا إياك، كيف نقول إياك، لا هي إياك، يعني نحاول إنش نضغط على الهمزة إياك، ولا يا أيها، يكون السامع يسمع إنه فعلا في همزة في الكلمة هذه، ما يكون فقط إيش ألف. ما ضعف صوتها عند الوقف هذا كثير يحدث، نسمعه السماء سماء، لا هي سماء، يعني إيش الفرق بين أنت احذف الألف وانطق السماء، إيش دي السماء، بس بينما الهمزة موجودة لازم تنطق معها، بتقول إيش السماء السماء ماء، فال يعني هذه الاء لازم تحطها تكون القاري أو السامع يسمع إنه في همزة موجودة. الهاء تفخيمها مثلا هذا طبعا قلناها الله 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 والله هي الله 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 الله، فالله تكون ايش مرققة. النهار ايضا النهار، ما كله النهار ان النهار، فايضا الهاء من حروف المرققة بالتالي ما نفخمها. ضعف المبالغة في تباعد صوتين، مثلا اهدنا اهدنا اهدنا، يعني بعض الاشخاص يقول الالف ضعيفه والهاء ضعيفه فيدمجهم مع بعض، اهدنا اهدنا، لا هي اهدنا، يعني تحس كان في ايش الهاء عليها يعني شويه بعض النطق تظهرها شويه. عدم بيانها ان قاورت مثلها او حاء، جباههم جباههم، لا هي جباههم
جباههم جباههم يعني عندك حاجتين، وثاني سبحه سبحه ما سبحه سبحه لا سبح سبحه. ضعفها عند الوقوف كما السماء فعلوا فعلوا أيه ما فعلوا فعلوه فعلوه. وأيضا مالية ما مالية مالية لا مالية يعني الهاء شوي نركز عليها أسكون يعني كل يا إخوان كل حرف صار له أجر، أنت ما جبته خلاص تحرم من ذاك الأجر. بعدين كأنك يعني حدثت في القرآن أو لحنت. فهذه بعض الأشياء التي خلنا نشوف الهمزة إن الذين، شوفوا إن الذين لازم إيش إن الذين، ما تقول إن الذين إن الذين لا إن الذين كفروا، الألف تظهرها. أأنذرتهم طبعاً في همسين أأنذرتهم، ما تقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم لا أأنذرتهم في عندك إيش همستين أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم، يعني الهمزة أيضا تركز عليها. شوف مثال ثاني، ومن يقول ومن الناس من يقول آمنا ومن الناس من يقول آمنا آمنا لا يا آمنا آمنا. حتى لو تسمع مثلا على الباسط ولا عبد الصمد ومنشاوي وطبلاوي تجدون هذا كل حرف يجيبه بنفسه يعني آمنا، فتجدون يعني كل حرف، هذا دليل يعني كل حرف يعني له أهمية. لهم عذاب أليم عذاب أليم ما عذاب عذاب أليم عذاب أليم لا عذاب أليم أليم. نأتي الهاء وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم على أبصارهم غشاوة غشاوة، إذا وقفت عليها غشاوة ما نقول غشاوة، يعني كأنك الهاء حذفتها وخليت غين وشين واو عليها فتحة غشاوة كذا بالضبط، بينما تقول غشاوة وه معناها الحرف الهاء موجود. زين مثال آخر نأخذ مثلا يعمهون يع يعمهون 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 لا يعمه يعمهون يعمهون يسته يستهزي. فالهاء يعني في هذه الحروف طبعا حروف ضعيفة، وبالتالي الخوف انها ايش تروح اثناء الكلام. العين احدى الاخطاء نطقها بصوت عايم او اشبه بالالف، ياك نعبد او ياك نعبد ياك نعبد ياك نعبد او نعبد يا نعبد، بدل صوتها عند نطقها ساكنه يعملون 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 لا هي يع يعملون، يعني هذه تركيز والنبره يعملون هذه مهمه عشان تعرفها. تفخيمها كما قلنا اعوذ عصوا 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 لا عصوا عصوا اعوذ، نطقها بشبه الهمزة والله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، في أشخاص قد تكون كذا بسرعة في جيبه كذا إلا هي والله يعلم وأنتم لا تعلمون، العين لازم أيضا نركز عليها. الحاء بدلها خاء أو هاء عند غير العرب أو غير المسلمين، مثلا ما عندنا إحنا الخمد ولا الهمد، طبعا إحنا الحمد لله كعرب ما عندنا مشكلة، بس قد سمعوا أشخاص كذا يعني ضعف همسها، همس هذه العين من الحروف المهموسة سنأتي إليها إن شاء الله. الرح الرحمن يعني تحسوية في صوت في امتداد الصوت مالك الرحمن الرحيم، عدم بيانها خاصة عند جوار العين فاصفح عنهم فاصفح عنهم فاصفح عنهم لا فاصفح عنهم فاصفح عنهم، أيضا هذا أحد الأشياء. نأتي نأخذ حرف العين أيضا هنا سمعهم وعلى سمعهم سمعهم ما سمعهم سمعهم لا سمعهم أيضا. ولهم عذاب ولهم عذاب، ليس نقول لهم عذاب ولهم عذاب، لأن العين هذا قلنا من حروف المرققة. كلمة أخرى فيها معكم معكم معكم، الميم والعين كلها مرققة معكم، فما نقول معكم لا معكم. نأتي إلى الحاء اللي فيها همس ربحت، فما ربحت تجارته مكان مهتدين فما ربحت، طبعا هي مهموسة لأن ما عليها سكون فتحة، فبس الهمس يجي في الحرف يعني ساكن لبعض الحروف فما ربي ربحت، يعني نتظرها ربحت، فما يعني ما تحاول أنها تدمجها مع كذا أو ما تنطقها.
لغين ايش ايش الاخطاء في الغين؟ خلط صوتها بالقاف، غير المغضوب، المقضوب يعني غير المغضوب. فالغين نحاول لما تروح الصوت بالقاف يعني المغضوب، المغضوب الي، المغضوب. ادغامها بالقاف، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، لا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا. ابدا لي خاء، يغشى يغشى يخشى الى يغشى. قلقلتها، القلقله طبعا غير قطب جدي بس فقط القلقله، نقول ايش؟ ما نقول المغضوب، المغضوب القلقله، لا هي المغضوب وليس المغضوب. في اشخاص قد تكون قلقله. المبالغه في تفخيمه وهي مكسوره، طبعا الكسر اي حرف يعني مقلقل او مفخم عندما يكسر يكون اضعف درجات التفخيم. فما يقول من غل، من غل، لا هي من غل، من غل، لأنها مكسورة هنا، فالتالي الكسر دائما يضعف التفخيم. الخاء عدم تفخيمها، خالدين، ايش قلنا خالدين؟ حروف الاستعلاء مفخمة، خالدين، فنقول احنا خالدين، فإذا هذه يعني أخطاء. المبالغة في تفخيمها وهي مكسورة كما قلنا مثل الغين، خيفة، خيفة، وليس خيفة، لا خيفة، هي صحية مستعلية بس يعني تعتبر ضعيفة. شوف حرف الغين هنا وحرف الخاء ختمة، شوف ختمة، فما نقول ختمة، ختمة، لأن إيش مفتوحة تلاقي إن إيش يعني يعني تفخمها. حرف الغين في طغيانهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغ، في طغيانهم، فإذا ما نقلق لها طغيانهم، طغيانهم، لا طغيانهم. ولا ايضا يعني ندمجها او نققها طغيانهم، في طغيانهم، لا طغيانهم، نحاول ان نظهرها وننطقها بشكل صحيح. ناتي الى حرف القاف، نطقها قريبا من الكاف، قالوا 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 بسرعه، قالوا هي قالوا قالوا. المبالغه في اضعاف تفخيمه في حال الكسر مثل ما صار في الخاء وفي الطاء يعني. فبالحق أنزلناه بالحق نزل، فما نقول بالحق وبالحق اللي هي بالحق وبالحق أنزلناه بالحق نزل، هنا يعني تعتبر مكسورة. قلبها إلى حرف جي، هي قليل، قليل 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 أو قليل، أو يعني حاول ما يعطي التفخيم اللازم، هي قليل يعني يكون يطلع من داخل الحلق. خلص صوتها بالغين كما قلنا قبل طغيانهم، نقول القدر، القدر اللي هي القدر. همسها قاء، الهمس طبعا في استطالة الصوت، قالوا قالوا اللي هي قالوا قالوا، فيكون ايش يعني ما يكون فيها همس كثير. فناخذ مثالنا ايضا في قلوبهم، في في قلوبهم ايضا هنا ايش مفخمة، فمنطقة كاف لا منطقة جي، وايضا ما نفخمها. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا، أيضا من حروف يعني مفخمة، فنقول قالوا قالوا يعني إن مفخمة، بالتالي تنطق ب يعني تفخيمها ويعني قوتها. الكاف مبالغة في همسها، فكانوا فكانوا كورة، هي طبعا إذا كانت الكاف تهمس فقط إذا كانت ساكنة، ك الهمسة ك يعني تحاول تركز عليها. فكانوا كورت، لا فكانوا كورت، فما نمسها إذا كانت متحركة. أيضا ترك همسها عند السكون، يذكرك، يكتبون، صدرك، وزرك، هذا الهمس. بينما إحنا ممكن نقول ذكرك، يكتبون، يكتبون، لا هي يكتبون، صدرك. أيضا نطقها شبيهة بالقاف كما قلنا، القاف بالكاف المخرج قريبات، وتركوك، وتركوك إلي، وتركوك قائمة. وإذا السماء كشطت، لا والسماء كشطت. فأيضا إن الذين كفروا، إن الذين كفروا يعني هنا ما نقول إن الذين كفروا، إن الذين كفروا، لا يعني ما مهموسة يعني اللي فتحة، بالتالي إن إيش سوى يعني تنطق طبيعية.
ولكن ويكذبون بما كانوا يشوفوا الكاف عليها ايش يعني عليها سكون فيكذبون تكون بالهمس. الجيم ايضا جعلوا نطقها رخوة جعلوا اللي هي جعلوا تكون ايش يعني قوية. خلط صوتها بالدال يجمعون او يدمعون لا هي يجمعون. خلط صوتها بالشين المجاهدين لا هي المجاهدين فاذا ما نخلطها بالشين. قلبها ياء المسجد طبعا الاخوان اللي هم في ربما مناطق ثانية المسجد لا هي المسجد. وقصبها جيم الحج يا ما الحج اج فايضا هذا احد الاشياء. ناخذ مثال هنا لحرف الجيم قد تكون تجارتهم يعني ننطقها بتفخيم وايضا نظهرها ما نقول تيارتهم ولا تجارتهم لا تجارتهم ايضا ندخلها. حرف الشين اخر حرف ضعف صوتها بسبب الاعتماد على مخرجها اشتروا هي اش طبعا الشين من حروف تسمى التفشي فنقول اشتروا يبقى صوتها محصورا في الفم تحاول نطلعها. ولكن الذين اشتروا تقديم مخرجها قليلا في وسط اللسان الشيطان تفخيما جاورت في حرف مفخما شططة فأيضا يعني من الأشياء التي يعني قد تكون ندخل فيها. شوف حرف الشين غشاوة ما نقول غشاوة لا غشاوة نحاول يعني تتفشى في الفم بالتالي. ولكن الذين اشتروا يعني الشين تكون داخل كذا داخل يعني ننطقها بتفشي داخل الحرف. هذا ما أردت ذكره. أشكركم على الإصغاء وإن شاء الله تكون يرزقنا ندخل حروف صحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.